في إطار جهود صندوق الأمم المتحدة للسكان وجامعة قناة السويس والمجلس القومي للمرأة، تعمل مبادرة وحدات المرأة الآمنة على تحسين جودة الخدمات وإتاحة استجابة سريعة لاحتياجات النساء اللاتي يتعرضن لأي شكل من أشكال العنف، وتعزيز مسار الإحالة الوطني للسيدات اللاتي يعانين من العنف. وفي إطار الشراكة متعددة القطاعات، تم افتتاح وحدة استجابة طبية للتعامل مع المعنفات في كلية الطب قناة السويس بحضور ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان فريدريكا ماير. تقدم الوحدات خدمات طبية تشمل الكشف والدعم النفسي الأولي والمشورة على أيدي أطباء وهيئة تمريض مدربين على احتياجات الاستجابة الطبية، وذلك في حالات العنف ضد المرأة. النهاردة بنحتفل بافتتاح أو إطلاق العمل الفعلي في عيادة المرأة الآمنة داخل جامعة قناة السويس. العيادة بتشرف النهاردة أن احنا معانا وفد المجلس القومي للمرأة وميسيس فريدريكا ماير ممثلة عن الأمم المتحدة في إطلاق مثل هذه الوحدة. الوحدة حضرتك ضمن الوحدات اللي بتطلق داخل الجامعات المصرية ومستشفيات الجامعية لتقديم خدمات صحية ونفسية ومجتمعية. النهاردة افتتاح الوحدة رقم 10 من عيادات المرأة الآمنة على مستوى الجمهورية، أول تعامل مع جامعة قناة السويس ووجود في الإسماعيلية. هي بالنسبة لنا الصراحة خطوة كبيرة قوي، افتتاح الوحدة في المستشفى والشراكة مع المستشفى. الهدف منها أن كل الستات يبقى عندها مساحة تقدر تقدم فيها شكوتها، تحصل على خدمة طبية متكاملة، دعم نفسي، قدرة أنها تاخد خدمة إحالة لخدمات المجلس القومي للمرأة. فالهدف أنها تكون نقطة لخدمات متكاملة من خلال المستشفى.